نحن هنا في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هذه المدينة المعرضة للقصف والاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اللي صار معنا احنا قاعدين في بيوتنا تقريبا على الساعة 1 إلى 10 بالضبط، ما سمعنا الانفجار قوي صار منا وعلى الشارع العام اللي منا وقبله، قصفوا دار لدار المصري. قاعدين احنا بنفحر عليهم زي ما انت شايف، فاحر خندقنا وقاعد بدور عليهم عشان انا اقدر ان احصل على هذا فيهم. لقينا نايمين، شفنا القصف، دار ثلاث طوابق على طوابق، صغار مع بياتهم مع اولادهم، عيلة كاملة. طلع الأب والأم وواحدة بولادها وبت عمي، وبت عمي فيش إلا غير ابن اللي ضال لها، وكلهم استشهدوا، حتى بنتها النايمة عندها وبنها معاها برضه استشهد، وكان شرط كمان أبوه أسير عند اليهود. إيش بده يقول لما يطلع؟ لا مرته ولا ابنه. هي مش أطفال، هي ستة، أكثر من ستة أطفال، هذول ما ضربوا الصواريخ على اليهود ولا سووا حاجة. هيدا مش شهيد محمد طلب الجيزة، هيدا محمد محمد الغالي، هيدا محمد. والله ما واحد بتطلع لنا على الفاضي، والله ما واحد متطلع لنا، بعونا العرب، بعونا حسبنا الله ونعم الوكيل على الدول العربية وعلى أمريكا وعلى إسرائيل. فو عليك يا بايدن، حسبنا الله عليك، تلقاه في أولادك، بدكم تغشوني تعالوا، مجهزة حالي أنا. حسبنا الله حسبنا الله. نحن هنا في منطقة القصاصيب في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة عكاشة ارتقى في هذا الاستهداف 3 شهداء فأكثر. الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وأولاده، منهم أيضا من ما زال تحت ركام هذا المنزل. الساعة 1:10 ما لقينا الا صاروخ، يعني 16، لا دار ولا حاجه، نزلت الدار واحنا طلعنا نجري. الله لا يهدي للدول العربيه بان، لأن كلهم عملاء، كلهم جواسيس، لو قلبهم علينا كتلوا الصغار، يتموا الاطفال، رملوا النسوان. تشهد 10 تنفر لسه لحد الان ما زالت تحت الانقاض، مش قادرين نطلعهم، هيهم نرم علينا مناشير، هي المناشير تعال. مش عارفين احنا وين بدنا نروح، حكوا لنا غرب امان، راحوا امان، هيهم قاعدين بقصفوا فيهم. وين بدنا نروح؟ احنا مش رايحين، احنا مش طالعين اصلا، احنا بدنا نموت في دورنا، مش إنا مكان تاني، احنا بدنا نضلنا صامدين في دورنا رغم كل القصف اللي بصير فينا، نموت شهداء. محمود العوضية من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الميادين.